السلام عليكم ويا رب تكونوا بخير. رغم كل الداء وكل العداء، كن كالنسر في قمم السماء. لا شيء يدعو للحزن ولا شيء يدعو للبكاء. انطلق تكلم ما دمت تحلم بالبقاء. غير حياتك وعبر أن الإرادة كبرياء. اللي خلقك إله عظيم جدا جدا، علشان كده أنت إنسان قيم وعظيم أوي أوي أوي. خليك عارف طول ما انت واثق ان ربنا اوجدك على الارض، يبقى انت ليك رزقك وطموحك وهدفك، وان شاء الله ان شاء الله هتحقق اللي انت عايزه باجتهادك واصرارك. ولكن خليك مؤمن من جواك وعارف كويس ان مش كل شيء انت بتسعى له لازم يتحقق، لانك انت ممكن تكون حابب شيء معين لكن ربنا عز وجل عشان بيحبك منعه عنك. فانت ممكن تكون متضايق، لكن ده خير ليك قوي 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 قوي. اذا اعطاك الله ولم ترضى سوف تعيش الجحيم ولو كنت اغنى الاغنياء، واذا اعطاك الله ورضيت سوف تعيش النعيم ولو كنت افقر الفقراء. احمدوا الله على ما اعطاكم واشكروه كثيرا كثيرا على ما منع عنكم. طموح، اصرار، اراده. خليك واثق دايما من ربنا عز وجل، واثق من نفسك على قد ما تقدر. اي صعوبه انت بتمر بيها تمام، دي بتعلمك، ما تخلاش تندمك وتقول ليه ولا. دايما اتعلم من تجارب غيرك، دايما ما تقللش من نفسك اطلاقا، لان قلت لك في البدايه انت شخص عظيم جدا، ولكن عشان تحقق اللي انت عايزه محتاجين شوية تغيير في فكرك، تغيير في انك تكون انسان عملي. يعني لازم تقوم، ما تفضلش قاعد زي ما انت كده. تابع الناس الايجابية، تابع الناس الناجحة، دايما دايما عامل نفسك انك مميز وانك مختلف عن غيرك. المميز والمختلف عن غيره بيقوم وبيعافر، ومهما حصل مهما حصل ما بيستسلمش. مهما وقع ليس العيب أن تقع أرضا أو أن تسقط أرضا، بل العيب أن تبقى أرضا. طموح، إصرار، إرادة، ثقة بالله، ثقة بالنفس، عزيمة، هتحقق كل شيء. مفيش أي حد أحسن منك، ما تقارنش غيرك لأن غيرك ظروفه مختلفة عنك. أنت في التوقيت الصحيح اشتغل وطور من نفسك، وحياتي ليك.